أنا فكرت كتير منيح، نحن مش مناسبين لبعض، أنا آسف مش هقدر أكمل معاك. وين نترك؟ لسه امبارح مجددين وعلى أساس تشافي باقي ويتمدد. أنت أفسدت خطة عم ألعب وامشي عليها من سنين. ما فهمت. أنا دائما بعيش الجمهور بأوهام وأكاذيب لحتى يمضى الموسم وبين أنا بشخصية البطل السوبر هيرو يلي راح ينقذ برشلونة. تجي أنت بكم كلمة بمؤتمر صحفي بتخرب لي شغل سنين. بس أنا ما حكيت شي كذب، أنا عم بحكي الواقع فقط. ما في داعي إنك تحكي الواقع، ببعض الأحيان مسموح للإنسان إنه يكذب. شوف، أولاً الكذب حرام، ثانياً أنت ما عم تجيب لي اللاعبين يلي أنا عم أطلبهم منك بسبب اللعب المالي النظيف. ثالثاً وأخيراً الفريق إذا ما قدم أداء جيد الموسم القادم الجمهور كله رح يهاجمني أنا، ما رح يهاجمك أنت لا، مع أنه أنت السبب الوحيد بدمار وخراب برشلونة حالياً. شوف يا ابن الحلال، انا بفريقي ما عاد احسن احواك، ما عم بعرف احواك بفريقي. انت طالع طالع، بس بدي احكي شيء يا جماعه، هذا هو الانسان يلي خرب برشلونه، انا ما دخلني. واذا بدكم تذكروا شو ساوى مع ميسي. السلام عليكم. عم يمزح، بحب المزح كتير. والله لا يوفقك، ضروري تذكرهم.